التقى وزير شؤون مجلس النواب عمرو مروان بالمجموعات الإفريقية والعربية وعدم الانحياز والإسلامية بجنيف في إطار شرح كافة التفصيلات الخاصة بإعداد ملف مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل. كما عقد مروان مناقشات حول التطورات التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال الأربعة أعوام الماضية. جاء ذلك بعدما وصلت مجموعة من وفود حقوقية مصرية إلى جنيف تشمل ممثلين عن الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية استعدادا للمراجعة الدورية الشاملة لمصر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. المزيد من التفاصيل معنا على الهاتف أستاذ ثروت قدسي رئيس المجلس الأعلى للجاليات المصرية الألمانية. أحييك أستاذ ثروت. يعني جملة من الحقائق عمل الوفد المصري على إيضاحها خلال هذه الاجتماعات، اجتماعات مجالس حقوق الإنسان في جنيف، كيف برأيك ساهمت هذه الاجتماعات في تحقيق هذه الصورة المغلوطة والمشوهة عن طبيعة النجاحات المصرية في المجالات المختلفة؟ بالطبع نعم، نحن لنا دور كبير جدا كمصريين في الخارج أننا نوضح الصورة الحقيقية لمصر، وإزاي أن مصر فعلا حاليا في هذه السنين الأخيرة حصل فيها تطوير جميل جدا، وخاصة في حقوق الإنسان. إذا كنا عايزين نتكلم عن حقوق المرأة، عايزين نتكلم عن حقوق الأقليات، وأنا طبعا أكتر واحد ممكن يتكلم عن حقوق الأقليات وإزاي نحن نعيش هنا في أوروبا أو في أمريكا أو في دول في الخارج، وكيف أن احنا نستطيع أن نقول فعلا أننا في مصر الآن نعيش في حرية جميلة جدا، زائد أن الجميع يعيش في مساواة تامة. فده موضوع مهم جدا، خاصة احنا النهاردة في جنيف كان لينا موقف جميل جدا، واقفة قدام حقوق الانسان بنتكلم عن الحقيقة. ثانيا عندنا اجتماع ولقاء وندوة جميلة جدا نتكلم فيها عن حقوق الاقليات وعن دورنا كمصريين في الخارج والمواطنة بالنسبة لنا. بمعنى، وده هذا أمر مهم، تصحيح المفاهيم الخاطئة اللي موجودة فعلا في جميع أنحاء أوروبا، وهم مش قادرين يستوعبوا إزاي أن مصر الآن تعيش في حرية جميلة جدا. وهذا أقوله ليس مجاملة، ولكن أقوله لأن ده هذه حقيقة. بشكرك جزيل الشكر أستاذ ثروت قدسي.